اليوم رح نكمل حلقاتنا عن كيفية خلق الإثارة في أغانينا. تناولنا بارامتر مهم وهو الهدف من العمل الفني. شرحنا فيها الهدف من العمل الفني كأحد العوامل اللي تثير انتباه المستمع وتشد المستمع للاستمرار في سماع العمل. الهدف من العمل الفني هو هاي الرسالة أو الفحوى اللي يمكن تثير الفضول وتخلي المستمع يحصل على ما هو بحاجة إله. في الحلقة عرضنا عدة مسائل اللي ممكن تكون هي أهداف صالحة للعمل الفني، كما عرضنا المخططات اللي توضح أهداف الأعمال الفنية اللي قدمها الفنان حبيب موسى والفنان نينيب عبد الأحد. بعدها انتقلنا إلى أمثلة عن أغاني دخلت منطقة الخطر لأنه الهدف من العمل الفني ما كان واضح أو كان الهدف ضئيل. أكيد إنه الفنان هو المسؤول عن الإثارة وهو يختار الهدف اللي رح يغني من شانه، ولكن الفنان هو كمان مسؤول عن كيف رح يوصل هالرسالة للمتلقي. وهون يكون وصلنا لبارامتر جديد اللي رح ناخده بهاي الحلقة، بارامتر يزيد الإثارة إذا استخدمه الفنان بشكل صحيح. هذا البارامتر هو اللي يفرق بين الفنان المحترف والهاوي. اليوم رح نتعرف على بارامتر مهم وهو الأداء. في الموسوعة البريطانية عرفوا الأداء أنه هو خطوة في العملية الموسيقية يتم من خلالها إدراك الأفكار الموسيقية ونقلها إلى المستمع. الأداء يمكن يكون أداء للآلات الموسيقية اللي تعرض اللحن أو ترافقه أو تقوم بعزف الصولويات الموسيقية، وقد يكون هو الغناء. فالغناء هو أحد الأشكال القديمة والمهمة للأداء، وهو بيحتاج لمهارة وخبرة من قبل الفنان. الأداء الجيد رح يساهم في نشر الأغنية ورح يخليها أكثر جاذبية لأنه يزيد من تأثير الغنية وقابليتها للتذكر من قبل المتلقي. والأداء السيء بلا شك رح يخلي المتلقي ينفر من العمل الفني وقد يتخذ قرار بعدم المتابعة. الأداء من حيث المكان نقدر نقسمه إلى قسمين: الأداء غير المباشر وهو الأداء اللي يقوم فيه الفنان لما بيسجل الغنية في الاستديو، أو الأداء المباشر وهو الأداء اللي يقوم فيه الفنان أمام المتلقي مباشرة مثل الأداء على المسرح أو في جلسة فنية. عند التسجيل في الاستديو في نقاط مهمة يمكن من خلالها تقوية بارامتر الأداء وتخلي المتلقي في الخطوة القادمة ينبهر بالعمل الفني المسجل وبيرتبط فيه. هالنقاط المهمة هي الدقة والوضوح، الصوت الواضح والنقي وأداء نغمات صحيحة وقفلات صحيحة يقوي الأداء، التعبير العاطفي من خلال استخدام تقنيات أداء مختلفة نذكر منها الفيبراتو، التريميلو، الليجاتو اللي يمكن رح تساهم في نقل المشاعر الحقيقية ويصير الأداء مقنع ومترابط ويلقى صدى عند المتلقي. الانتباه إلى التفاصيل مثل الانتباه إلى الزخارف اللحنية والديناميك في الجمل الموسيقية، هذا الشيء يمكن يزيد من جاذبية الأداء وتأثيره. النسيج الموسيقي والتوزيع الموسيقي، الميكسينج والماسترينج الجيد بيأثر على قوة تأثير الأداء على المتلقي. أما في الأداء المباشر هنيك نقاط أخرى نقدر نضيفها على ما سبق ورح تلعب دور كبير بتقوية بارامتر الأداء، وهو الحضور على المسرح. ثقة الفنان وجاذبيته وقدرته على قيادة المسرح رح تلعب دور حاسم في جذب انتباه الجمهور. الحركات على المسرح، الحركات والإيماءات والتفاعلات الديناميكية مع الجمهور بتزيد القيمة الترفيهية للأداء وبيخلي الفنان يقوى تأثيره على الجمهور. العناصر البصرية مثل الإضاءة والأزياء وتصميم المسرح تلعب دور كبير في الإمتاع البصري وبتقوي الأداء، وهذا الشيء يغني التجربة الحسية للجمهور. الاتصال العاطفي لما الفنان بيقدر أنه يعطي أداء مقنع من ناحية العواطف اللي يظهرها مع أداء الجمل الموسيقية، هذا الشيء بيخلي الجمهور يتواصل بشكل عميق مع الأغنية. أحياناً
سرد قصة معينة من قبل الفنان قبل أداء العمل الفني، بيقدر فيه الفنان أن ينقل رسالة معينة بتخلي الجمهور يرتبط بشكل أكثر مع العمل الفني على المستوى الفكري والعاطفي. كل النقاط اللي ذكرناها هي نقاط مهمة لتقوية بارامتر الأداء، بغض النظر إذا كان المؤدي هو مغني أو هو عازف لآلة موسيقية. من أمثلة الفنانين اللي عندهم أداء قوي سواء بالاستوديو أو على المسرح، نذكر على سبيل المثال للحصر الفنانة ليندا جورج. في أدائها في الأغاني المسجلة في سحر خاص من خلال كمية المشاعر اللي تربطها مع كلمات الأغاني. أما في أدائها على المسرح نشاهد قدرتها على جذب الانتباه وربط المتلقي بأدائها، هذا بيعطيها مكانة مميزة بين جمهورها وبيعطيها قوة تأثير للي بيحضروا أدائها من المرة الأولى. ولكن هون بيجينا سؤال مهم وضروري، وهو أنه إيش هي العوامل اللي ممكن راح تكون هي السبب أنه الأداء بيصير ضعيف؟ إيش هي العوامل اللي إذا قدرنا نتغلب عليها يقوى أداء الفنان؟ عدم الاستعداد. لما ما بيكون التدريب كفاية هذا شيء رح يؤدي إلى ضعف الأداء، لأنه ممكن رح يخلي كتير من الأخطاء تصير، وكمان ممكن تنعدم ثقة الفنان بنفسه على المسرح. المزاج. المزاج اللي بيكون فيه الفنان رح يؤثر على الأداء. القلق أو العصبية أو رهبة المسرح رح يؤثر بشكل كبير، قد يسبب ارتعاش الإيدين أو اهتزاز الصوت أو صعوبة في التركيز. الثقة تلعب دور كبير، إذا كان الفنان غير واثق من نفسه راح يضعف أداؤه. افتقار المهارة، ضعف المهارة الفنية أو ضعف في أداء التقنيات المطلوبة حتما راح تؤدي إلى ضعف الأداء. فشل التواصل مع الجمهور. التواصل الباهت بين الفنان والجمهور راح يقود إلى الملل. الاتصال العاطفي ضروري حتى يمكن جذب المتلقي. المشكلات الصحية. المشكلات الصحية البدنية مثل المرض أو التعب أو الإجهاد الصوتي راح تؤثر بكل تأكيد على قدرة المؤدي على تقديم أداء قوي. التشتت وعدم التركيز. قد يكون هناك في عوامل في المكان راح تلعب دور عوامل تشتيت خارجية راح تؤثر على الأداء، مثل مثلا مشكلات تقنية فنية أو جمهور مزعج أو انقطاعات غير متوقعة. هالمشتتات ممكن راح تنقص من قوة الأداء وتخليه ضعيف. المشتتات ممكن تكون أمور أخرى مثل ضعف الصوت اللي يتم إخراجه من مكبرات الصوت أو ضعف الإضاءة أو جوانب فنية أخرى. يمكن المسرح الضيق أو غير المناسب بيأثر على الأداء وبيظهر الأداء غير قوي. الأداء هو بارامتر غير موسيقي، ولكنه بارامتر مهم لا يمكن التقليل من شأنه. الشيء الوحيد اللي يبقى من تجربة الاستماع لأي عمل فني في النهاية هو أداء الفنانين اللي عرضوا العمل الفني. تابع معنا هالسلسلة وخلينا مع بعض نصنع أغنية مثيرة.